يقول سكن مؤجر بثمن قدره 3%، هل عليه زكاة وما هي نسبة الزكاة؟ نعم، السكن أو المباني أو الدكاكين أو البيوت المؤجرة تجب الزكاة في أجرتها، في أجرتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب تجب فيها، ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5%، كل 100 ريالين ونصف، وفي 1000 25 ريال. نعم.